بسم الله الرحمن الرحيم. النوع اللي بعده المعادلات التامة. امتى اقول على المعادلة التفاضلية اللي عندي معادلة تامة؟ احنا قلنا المعادلة التفاضلية بوجه عام هي الدالة ام اوف اكس واي مضروبة في الدي اكس زائد ان اوف اكس واي مضروبة في الدي واي بتساوي صفر. دي المعادلة التفاضلية بوجه عام. اقول على المعادلة التفاضلية بوجه عام ديت اقول على معادلة تامة امتى؟ عندي تعريفين للمعادلة التامة. التعريف الاولاني اقول على المعادلة اللي هي فوق دي اقول عليها معادلة تامة لو لقيت دالة يو، لو لقيت دالة يو بحيث افاضل الدالة يو دي بالنسبة لإكس يديك الدالة ام، وفاضل اليو بالنسبة لواي يديك الدالة ان. يبقى تاني اقول على المعادلة اللي عندي معادلة تامة. تعريف الاولاني عشان اقول على المعادلة التفاضلية معادلة تامة لو لقيت دالة يو، لو اذا وجدت دالة يو بحيث افاضل الدالة يو دي بالنسبة لإكس تديك الدالة ام، وفاضل اليو دي بالنسبة للواي تديك الدالة ان. يعني افاضل اليو بالنسبة للإكس، افاضل اليو بالنسبة للإكس يديك الدالة اللي جنبها، وفاضل اليو بالنسبة للواي يديك الدالة اللي جنبها. طبعا لو لاحظتوا اللي انا كاتبه هنا من علامة بارشل، علامة كده مش التفاضل اللي انتوا خدتوه، تفاضل عادي اسمه دي واي على دي اكس، اما ديت اسمها بارشل يو بارشل اكس، تلاقي العلامة معوجة شوية كده. دي تفاضل، دي بسميه تفاضل جزئي. العلامة دي تفاضل جزئي. ايه هو التفاضل الجزئي؟ قال لو عندي الدالة اللي عندي في اكتر من متغير دالة في اكس وواي، عم اجي فاضل الدالة التفاضل، طالما لو كانت الدالة في متغير واحد زي ما كنت بقول واي بتساوي مثلا اكس تربيع زائد تلاتة، كنت بتقول تفاضلها دي واي على دي اكس. الواي دالة في متغير واحد اللي هو الاكس، فما كنت افاضلها بقول دي واي على دي اكس، كنت بقول اتنين اكس وتفاضل تلاتة وصفر. اما ما يكون عندك دالة او في الاكس واي يعني دالة في متغيرين، التفاضل بسميه تفاضل جزئي. انت هتفاضل الدالة اف بالنسبة للإكس، يبقى أقول طب بارشل إف بارشل إكس. لو فاضلت الدالة بالنسبة للواي بسمها بارشل إف بارشل واي. أنت هتفاضل بالنسبة للإكس ولا بالنسبة للواي؟ لو بالنسبة للإكس هتقول تفاضل إف بالنسبة للإكس، والحاجة دي هندرسها بالتفصيل في الجزء التاني من المنهج اللي هو التفاضل العالي، بس هنشرح الجزء اللي يمشينا حنا في المعادلات التفاضلية. فلو عندك الدالة إف دالة في متغيرين، تفاضل الدالة اف بالنسبة لإكس بسميه بارشل اف بارشل إكس، أو وبرمز لها بردك الإف، يعني طب بارشل اف بارشل إكس برمز لها رمز تاني أقدر أقول اللي هو اف، وأنت بتفاضل بالنسبة لإكس يبقى جنبها تحت كده إكس اف إكس، وده أقدر أكتبها اللي هي عبارة عن اف واي. يعني اف إكس ده هي معناها تفاضل الدالة اف بالنسبة لإكس، اف واي ده معناها تفاضل الدالة اف بالنسبة لمين؟ بالنسبة للواي. يبقى تاني عندي الدالة اف الاكس والواي لو فضلتها بالنسبة لإكس بسمها بارشل اف بارشل اكس، افضلها بالنسبة لواي اسمها بارشل اف بارشل واي. دي برمزها برمز اف اكس، ودي برمزها برمز اف واي. دي الرمز صح، دي الرمز صح، كتبتها كده كتبتها كده مفيش مشكلة معايا. بس يعني ايه تفاضل الدالة اف بالنسبة لإكس؟ قالك افاضل الدالة عادي بالنسبة لإكس واعتبر الواي ثابت. هنا نعتبر المتغير واي ثابت، يعني عامله معاملة الثابت. عم اجي افاضل الدالة اف بالنسبة للواي افاضل عادي خالص واعتبر الاكس ثابت. يعني ايه ثابت؟ يعني عاملها معاملة الثابت. انت كنت الاول لو عندك واي بتساوي مثلا اتنين اكس تربيع زائد خمسة اكس زائد تلاتة، هتقول للواي داش اللي هي عبارة عن تضرب الاتنين في الاتنين هتبقى اربعة اكس واطرح من اس واحد زائد خمسة زائد مشتق دي تلاتة بصفر. دي اللي انا عايزة اخليك تفهمه عشان تفرق بينها. قالك انا بعامل، لو انا بفاضل الدالة بالنسبة لإكس بعتبر الواي اللي عندك ثابت. الثابت ممكن يجيلك في المسألة في وضع حالتين، يا لوحده يا مضروب في المتغير. لو لوحده يبقى تفاضله هيبقى بصفر، لو مضروب في المتغير ما بطيرهوش، لان ناس كتير بتقعد تغلط في الحته دي تقول لي دي ثابت ما طيرتوش ليه. لا، اما يكون عندك ثابت مضروب في المتغير ما بيطيرش، بسيبه زي ما هو واشتق المتغير مشتقة الاكس بواحد، فانت عشان كده كتبتها لي خمسة. اما لو كان الثابت موجود لوحده ومشتقة الثابت بصفر.
مثال لو عندك دالة أفف الإكس وواي هي عبارة عن إكس تربيعي زائد الواي تربيعي زائد تلاتة إكس زائد أربعة واي، عايز أشتق الدالة ديت أفاضل الدالة إف دي بالنسبة للإكس. طالما هتشتقالي بالنسبة للإكس يبقى أعتبر الواي ثابت. تعال نزود كمان هنا حاجة، زائد إكس تربيع واي. أشتق الدالة إف بالنسبة للإكس يبقى بعتبر الواي اللي عندك ثابتة. أشتق عادي دي إكس، أشتق عادي مشتقة الإكس تربيع باتنين إكس زائد دو واي مفيش فيها إكس يبقى ثابت، الواي ثابت، وطالما هي الوحيدة يبقى مشتقتها بصفر. مشتق تلاتة إكس، أما أجي أشتق أشتق بالنسبة للإكس يبقى تلاتة إكس بتلاتة زائد أربعة واي لوحدها، طالما لوحدة يعتبر ثابت ومشتق الثابت بصفر. مشتقة إكس تربيع واي، الواي قلنا بنعامل واي معاملة الثابت، الثابت لو لوحده يبقى مشتقته بصفر، لو الثابت مضروب في المتغير أولا دي فيها إكس ولا مش فيها إكس، طالما فيها إكس أشتق الإكس عادي اتنين إكس وأحط الواي جنبها عادي مبضطرش. مثال طب تعالى نشتقها بالنسبة لواي، بارشل إف بارشل واي، هنا هنشتق عادي بالنسبة للواي وهنعتبر هي إكس هي اللي ثابت، لو الثابت موجودة لوحدها يبقى في الحالة دي مشتقتها بتساوي صفر. هشتق بالنسبة للواي يبقى الإكس ثابت، إكس تربيع أما أجي أشتق دي بالنسبة للواي طالما مفيش فواي يبقى بصفر، زائد واي تربيع أما أجي أشتقها تبقى اتنين واي، زائد مفيش فيها أصلا أي واي يبقى ثابت صفر، زائد اللي بعدها أربعة واي أما أجي أشتقها تبقى أربعة، زائد إكس تربيع واي دي فيها واي طالما فيها واي أشتق واشتقت الواي بكام؟ واحد، واحد في الإكس تربيع بإكس تربيع. يبقى عم اجي اشتق التفاضل الجزئي، عشان فكرة معنى تفاضل الجزئي معناها الدالة اللي عندي دالة في اكتر من متغير، فاشتق الدالة بالنسبة لو انت عايز تشتق بالنسبة للمتغير الاولاني مثلا بالنسبة لإكس يبقى بسميها بارشل اف بارشل اكس، لو عايز اشتقها بالنسبة للواي فبسميها بارشل اف بارشل واي. يعني بارشل اف بارشل اكس معناها اشتق الدالة عادي بالنسبة لإكس وعامل الواي معاملة الثابت. لو انا عندي اكتر من متغير، لو عندي اكس واي وزد واشتق الداله بالنسبه للاكس يبقى اشتقها عادي بالنسبه للاكس واعتبر بقيه المتغيرات اللي عندي ثوابت. خلينا بس في اكس وواي، وفي ان شاء الله في الجزء الثاني من المنهج هنشرحها بالتفصيل. يبقى اف في اكس وواي معناها ايه؟ معناها بارشل اف بارشل اكس معناها اللي انا اشتق الداله عادي بالنسبه للاكس واعتبر الواي ايه ثابت. بارشل اف بارشل واي معناها اشتق الداله عادي بالنسبه للواي واعتبر اكس ثابت. كلمه اعتبر اكس ثابت معناها لو الواحده صفر، لو مضروبه في المتغير اللي انا الواي، لو انا بشتق بالنسبه للواي لو الاكس ثابت لو جو موجوده جنب الواي ما طيرهاش، لو الواحده بتطير زي ما احنا قلنا فوق كده، الخمسه في الاكس والتلاته، التلاته ثابت عشان لوحده طار بقى صفر، اما الخمسه ما كانت مضروبه في الاكس ما طارتش، فبشتق عادي الاكس والناتج اللي بيطلع بضربه في الخمسة، عشان في كتير بيجي يسألني في الحتة دي وبتلخبط. التعريف التاني للمعادلة اقول على المعادلة التفاضلية اللي عندي، معادلة تامة، هذا المعادلة التفاضلية اهي اقول عليها تامة. قالك لو فاضلت الدالة ام بالنسبة للواي لو عشان اقول على المعادلة تامة قالك اعمل ايه؟ قالك اذا كان تفاضل بارشل ام بارشل ايه هي هنا مضروبه في الدي اكس اشتق بالنسبه للي مش هنا، طالما الدي اكس اشتق باللي مش موجود اللي هو الواي يبقى هفاضلها بالنسبه للواي، واجعل الداله ان اشتقها بالنسبه لمين؟ هي مضروبه في الدي واي يبقى اشتقها بالعكس بالنسبه لمين؟ الاكس، يبقى تفاضل الام بالنسبه اشتق الام بالنسبه للواي واشتق الان بالنسبه للاكس، لو الاثنين طلعوا بيساووا بعض يبقى اقول على المعادله اللي عندي معادله تامه، يبقى اقول على المعادله اللي عندي معادله تامه، اذا يبقى بارشل ام بارشل واي هيساوي بارشل ان بارشل ايه بارشل اكس. افاضل الداله ام هي مضروبه في الدي اكس يبقى افاضلها بالتاني افاضلها بالنسبه للواي، هنا الداله ان مضروبه في الدي واي هشتقها بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس، عكس انعكاس يعني، اذا كان تفاضل الام بالنسبه للواي بيساوي تفاضل ان بالنسبه لاكس يبقى المعادله اللي عندي معادله تامه. مثال بيقول لي هنا المعادله اللي هي 2 اكس واي زائد 3 واي تكعيب دي اكس
زائد اكس تربيع زائد 9 اكس تربيع واي دي واي بيساوي صفر. قولي هي معادلة تامة ام لا؟ قولي شوف المعادلة دي تامة ولا لا. اول حاجة انا اخد ده واسميها ايه المعادلة الاصلية، مش ام في دي ام في اكس واي دي اكس زائد ان في اكس واي دي واي بيساوي صفر، فناخد ده اسميها ام. يبقى ام في اكس واي اللي هي 2 اكس واي زائد 3 واي تكعيب، واخد ده واسميها ايه واسميها ان. يبقى ان في اكس واي اللي هي من عندي اكس تربيع زائد 9 اكس واي تربيع. يبقى ده هي الدالة ام ودي هي الدالة ان. عشان اعرف المعادلة اللي عندي معادلة تامة ولا لا، قالك فاضل الدالة ام. الام دي مضروبة في مين؟ في الدي اكس، اشتقها بالنسبة للعكس اللي هو مين؟ بالنسبة لواي. طالما مضروبة في الدي اكس اشتق بالنسبة للتاني، اشتقها بالنسبة لواي، يبقى تفاضل الام بالنسبة لواي بارشل ام بارشل واي. وعندي الدالة ان دي مضروبة في مين؟ في الدي واي، اشتقها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للاكس. يبقى تاني عشان اقول على المعادلة اللي عندي معادلة تامة، اخد الدالة ام واخد الدالة ان. الام مضروبة في الدي اكس بشتقها بالنسبة للواي، الان مضروبة في الدي واي اشتقها بالنسبة للاكس. لو اتنين طلعوا بيساووا بعض يبقى المعادلة تامة. تعال كده نشوف هنشتقها ازاي. احنا قلنا خلاص خدنا دي وسميناها ام، واخدنا دي سميناها ان. ابدأ اشتق الام دي بالنسبة لمين؟ هي مضروبة في الدي اكس اشتقها بالنسبة للواي، هيساوي اشتقي دي كده بالنسبة للواي. اولا دي فيها واي ولا مفيش فيها واي؟ طيب فيها واي، عم اجي اشتقها، مشتقة الواي بكام؟ بواحد. واحد يبقى واحد في اتنين اكس باتنين اكس زائد دي فيها واي، عم اجي اشتقها، تلاتة في تلاتة بتسعة، هنزل اس واطرح من اس واحد، يبقى 9 واي تربيع. عايز اشتق الدالة ان بالنسبة لاكس، دي فيها اكس بشتقها عادي اتنين اكس زائد دي فيها اكس، الاكس اهي، مشتقة الاكس بكام؟ بواحد. واحد في المقدار اللي جنبها يبقى 9 واي تربيع. لو ما كانش فيها اكس يبقى تعتبر ثابت، والثابت مشتقته بصفر. اجي اقارن الاتنين ببعض، لقيت الاتنين شبه بعض، يبقى بارشل ام بارشل واي بتساوي بارشل ان بارشل اكس، يبقى المعادلة اللي عندي معادلة تامة. المثال اللي بعده عشان اشوف برضك المعادلة اللي عندي تامة ولا لا، اعطيلي معادلة اهي وبقول لك شوف هي تامة ولا لا. اخد ديت واسميها الدالة ام، واخد دي واسميها الدالة ان. يبقى ام في اكس واي هي 2 اكس لين الواي، واخد دي واسميها الدالة ان اللي هي اكس تربيع واي اس سالب واحد. اشتق الام هنا بقى بالنسبة لمين؟ الام مضروبة في الدي اكس يبقى اشتقها بالنسبة للواي. اشتق لي دي بالنسبة للواي، دي اولا هو مقدار واحد اهوت، في واي اهو، اشتقها. انا عندي هنا لين الواي، مشتقة لين الواي بواحد على واي، يبقى 2 اكس تتضرب في واحد على واي، يبقى 2 اكس على واي. طب اشتق الان هنا مضروبه في الدي واي، هشتقها بالنسبه للاكس. هنا اكسات، في هنا اكسات، ده اكس اهي، مشتقه الاكس تربيع بكام؟ ب 2 اكس. يبقى كانها 2 اكس في واي اس سالب واحد، الواي اس سالب واحد انا انزلها في المقام، يبقى 2 اكس على واي. وفجاه تبص لقيت الاتنين فعلا بيساووا بعض. طالما الاتنين بيساووا بعض يتفاضل الام بالنسبه للواي، هيساوي بارشل ام بارشل واي يساوي بارشل ان بارشل اكس، يبقى المعادله اللي عندي معادله تامه. طب ازاي احل المعادله التامه؟ خلاص عرفنا المعادله التامه بعرفها ازاي. اما يجيلي معادله عشان اعرف اللي هي تامه ما بعرفهاش من مجرد النظر، لازم اعمل الاختبار ده. افاضل الداله ام بالنسبه للواي وافاضل الداله ان بالنسبه للاكس، لو اتنين طلعوا بيساووا بعض يبقى المعادله اللي عندي تامه. لو تامه ابدا احلها بطريقه التامه. قالك تعمل ايه في طريقه الحل؟ قالك لو مثلا عندي معادله زي دي، او بقى عامل معادله التفاضليه اهي، ام في اكس واي مضروبه في الدي اكس زائد ان في اكس واي مضروبه في الدي واي بتساوي صفر. عايز احل خلاص انا يعني عرفت للمعادله دي نوعها تامه، اعمل ايه؟ قالك خد الجزء دهوت من غير يساوي صفر، يعني من غير يساوي صفر دي شيله خالص، وافرض وسميه اسم دي يو، ده اللي اسمها يو، او وجع عام دي يو في اكس واي، ده اللي في اكس واي، كتبتها لي كده كتبتها لي كده مفيش مشكله. يبقى انا عندي الدي يو، يعني بدل ما اقول بيتساوي صفر خدت المقدار ده وسميته اسم دي يو. الخطوه اللي بعدها قال لك تعمل ايه؟ قال لك كامل الاطراف، هكامل الدي يو، هكامل الدالة اما كامل الدالة ان، هاخد التكامل على الاطراف، يبقى التكامل هيبقى هنا، التكامل هيبقى هنا، التكامل هيبقى هنا. خطوة اللي بعدها تكامل الدي يو، دي لو انا قلت لك تكامل الدي اكس هتقول لي ايه؟ اكس، صح؟ لكن هنا واحد بالنسبة لاكس يبقى اكس.
تكامل الدي يو هتبقى هي الدالة يو، واعمل علامة التكامل عادي. انا هعمكها كامل هيطلع لي هنا شوية حدود، وعمكها كامل هيدي لي هنا شوية حدود. طب بعد كده هعمل ايه؟ قالك طريقة الحل، قالك المكرر هتاخد منه واحدة، لو ظهر لي مثلا في التكامل ده اكس واي زائد مثلا اكس تربيع، وظهر لي في التكامل ده اكس واي زائد الواي تربيع، تعمل ايه؟ قالك المكرر خد منه واحدة بس، واللي مش مكرر خده. المكرر انا جيت ابص لقيت هنا اكس واي ظهرت لي هنا وظهرت لي هنا، مش هروح اجمعهم، لا خد منهم واحدة، يبقى اكس واي زائد اكس تربيع اتكررت، لا خدها، الواي تربيع مش مكررة برضو خدتها، وديت هيساوي ثابت سي، يبقى دي هو الحل بتاعي. يبقى تاني هفرض الحل، افرض المعادلة بتاعتي من غير بيساوي صفر واسمها اسم دي يو، اخد التكامل الاطراف، اما اخد التكامل الاطراف تكامل الدي يو بيو، تكامل ديت وهكامل دي هيطلع لي هنا شوية حدود وهنا شوية حدود، المتكرر فيهم اخده من واحدة، واللي مش مكرر هاخده، واما اجي اخد اللي اتكرر ومش مكرر هسميه اسم سي، وديت هي ايه، دي هو الحل بتاعي. دي طبعا اللي هي الدالة يو هيساوي المقدار ده هيساوي ثابت. مثال عشان نفهم الكلام ديت، قول لي اول حل المعادلة التفاضلية دي. اولا ديت اول حاجة نبدأ كده فصل متغيرات، لا انا عندي هنا اي اس اكس زائد 4 واي مستحيل افصلهم عن بعض، فمستحيل تبقى فصل متجانسة، طالما عندي اصلا دالة اسية والصين مش جواها اكس على واي ولا واي على اكس فهيش متجانسة. تالت حاجة تقولي لو متجانسة في فصل متغير، اولا دي مش خط مستقيم ولا ده خط مستقيم، يبقى ما تلزمنيش، تم غير تم يبقى لازم اعمل الاختبار. عشان اعمل اختبار يبقى المسألة دي عشان اعرف نوع المعادلة التفاضلية، قبل ما احل المعادلة لازم اعرف نوعها عشان اقدر احلها بطريقة. فانا هاخد دي واسميها الدالة ام، واخد دي واسميها الدالة ان، يبقى الدالة ام في الاكس وواي اللي هي عبارة عن اي اس اكس زائد الاربعة واي، والدالة انه في اكس وواي هتساوي الاربعة اكس ناقص ساين واي. طريقة الحل قلنا خلاص سمينا دي ام وسمينا دي ان، قلنا هنفاضل ام بالنسبة لمين، هي مضروبة في الدي اكس هفاضلها بالنسبة لواي، وهنا الدالة ان مضروبة في الدي واي هفاضلها بالنسبة للاكس. انت تفاضل هنا بالنسبة للواي بعتبر اكس ثابت، اولا انت تفاضل بالنسبة للواي دي فيها واي مفيش فيها واي يبقى ثابت صفر، اشتق دي بالنسبة لواي فيها واي تفاضل الاربعة واي باربعة، مشتق دي بالنسبة لايه، عايز اشتق دي بالنسبة للاكس، هنا دي فيها اكس اشتقها يبقى اربعة، دي مفيش فيها اكس يبقى ثابت، مشتق الثابت بصفر. جيت ابص لقيت الاتنين بيساوي بعض، يبقى تفاضل ام بالنسبة لواي هيساوي تفاضل ان بالنسبة لاكس، يبقى المعادلة تامة. طالما تامة ابدأ احلها بطريقة التامة. طريقة التامة بتقول ايه؟ قالك خد اللي فوق ده اهو وسميه اسم دي يو، يبقى الدي يو هيساوي اي اس اكس زائد الاربعة واي، خدت المعادلة فوق اهي وكتبتها تاني كلها تحت اهي، بس يساوي صفر دي ما بكتبهاش، اكتب مكانه دي يو، واخد تكامل على الاطراف، تكامل على ده وتكامل هنا وتكامل هنا اهي، الخطوة رقم اتنين اهي، تكامل الدي يو بيو، ابدأ اكامل الطرف ده، تكامل اي اس اكس زي تفاضل اي اس اكس، تكامل اي اس اكس بي اس اكس زائد تكامل الاربعة واي، انت بتكامل هنا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للاكس، زي ما بشتق فوق بالنسبة للواي واعتبر اكس ثابت، برضك لو كملت بالنسبة للواي بعتبر الاكس ثابت، وبرضك عم اجي اشتق بالنسبة للاكس بعتبر الواي ثابت، هنا برضك عم اجي اكامل بالنسبة للاكس اعتبر الواي ثابت، في التفاضل الثابت بصفر، في تكامل الثابت تكامل كي اكس بالنسبة لكي بالنسبة لاكس، قلنا التكامل اي ثابت بضربه في المتغير اللي بكامل بالنسبة له، انت بتكامل بالنسبة لاكس يبقى الناتج كي اكس. تعال نرجع تاني، تكامل اي اس اكس بي اس اكس زائد اربعة واي، انت هتكامل الواي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لاكس، اولا دي مفيش فيها اي اكسات تعتبر ثابت، طالما ثابت عمال كامل الثابت بضربه في المتغير اللي بكمل بالنسبة له، انت بتكمل بالنسبة لاكس يبقى اربعة واي في الاكس زائد،
خلاص انت المرة دي في الجزء ده انت هتكمل هنا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للواي. امسك الاربعة اكس اصلا فيها واي، لا تعتبر ثابت، طالما ثابت عمك اكمل الثابت بضربه في المتغير بكمل بالنسبة له. انت هنا بتكمل بالنسبة للواي، يبقى اربعة اكس هتتضرب في الواي زائد، المفروض هنا اشارة سالب ليه ناقص، ولكن تكامل الصين بسالب كوزين سالب في سالب تديك موجب كوزين واي. بعد كده الحل بتاعي يبقى عبارة عن ايه؟ قال لك المكرر خد منه واحدة والمش مكرر خده. ايه اس اكس مش مكررة خالص فخدتها، اربعة اكس واي مكررة اخد منها واحدة اهي، كوزين واي مش مكررة خدتها، يبقى الدالة يو هيساوي هي المقدار ده هتساوي ثابت سي. ممكن ما تكتب دي صح وممكن ما تكتبش دي وتقول ليه على طول المقدار ده هيساوي ثابت سي. انا كتبتها بدالة يو ليه؟ لان هو هدف ان انا اجيب دالة يو بهدفها لما اشتقها بالنسبة للاكس تديك الدالة ام، واشتقها بالنسبة للواي تديك تديك الدالة ان. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا اوجد حل للمعادلة واي في كوزين اكس ناقص الاكس تربيع دي اكس زائد الواي ساين زائد ساين واي مضروبة في الدي واي بيساوي صفر. اولا المعادلة دي مهاش فصل متغيرات، ما اقدرش افصل اكس عن الواي، مهاش معادلة تقولي لما متجانسة فصل متغير لانها مش خطوط مستقيمة، مش متجانسة لان اولا هنا اكس تربيع وعندي هنا واي، يبقى هي مهاش متجانسة اصلا، وعندي الكوزين والساين جواها اكس، فبالتالي مهاش الساين والكوزين مش متجانسين لان مش جواها اكس على واي ولا واي على اكس، يبقى هي اصلا مش متجانس، يبقى لسه الطريق اللي انا همشي فيه هشوف هي تامة ولا لا. عشان اعرف هي تامة ما اعرفش اعرفها من مجرد النظر، لازم اعمل الاختبار بتاعي. الاختبار بتاعي بيقول لي هنا خد ده هي وسميها ام، وخد دي وسميها ان، واشتق الام مضروبة في الدي اكس يبقى اشتقها بالنسبة للواي، والان مضروبة في الدي واي يبقى اشتقها بالنسبة للاكس. اشتق دي بالنسبة للواي، انا عندي دي فيها واي، قال لك اي اشتقت الواي، مشتقة الواي هنا بواحد، واحد في كوزين بكوزين، دي ما فيش فيها واي يبقى مشتقتها صفر. اشتق الان بالنسبة لمين؟ للاكس، دي فيها واي فيها اكس، لا يبقى مشتقتها بصفر. اشتق دي بالنسبة لاكس مشتقة الساين بكوزين، يعني كده ابص لقيت الاتنين بيساووا بعض، بارشال ام بارشال واي بيساوي بارشال ان بارشال اكس، يبقى المعادلة اللي عندي معادلة ايه؟ تامة. عشان احلها اخد تكامل على الاطراف، اسفة عشان علشان احلها اخد دي اول حاجة واسميه باسم دي يو، يبقى الدي يو هيساوي واي في كوزين اكس ناقص اكس تربيع دي اكس زائد واي زائد ساين اكس مضروبة في الدي واي، وبعد كده اعمل تكامل على ايه؟ على الاطراف، تكامل الدي يو بيو، والتكامل ده هو وتكامل دي اهو. ابدا اكمل بقى، انت هنا بتكمل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس، يبقى الواي ثابت، يبقى الواي دي ماليش دعوه بقى خالص، انزلها زي ما هي كده. مش تكامل القوزين مشتقة القوزين بسالب ساين، يبقى تكامل القوزين بساين، اللي كان بيدي لي اشاره في التفاضل ما يديهاش ليا في التكامل. تكامل الاكس تربيع اضيف الاس واحد واقسم على اس جديد، يبقى اكس تكعيب على التلاتة زائد، هنا هتكمل انت بالنسبة لمين؟ بالنسبة للواي، يبقى هنا واي تكامل الواي اضيف الاس واحد واقسم على اس جديد واي تربيع على الاتنين. ساين اكس انا بكمل بالنسبة للواي، دي مفيش فيها اي واي تعتبر ثابت، طالما ثابت تكامل اي ثابت بضربه في المتغير اللي بكمل بالنسبة له، يبقى ساين واي هتتضرب في ساين اكس هتتضرب في الواي. ابدأ بقى الحل بتاعي، قالك بعد ما تعمل عملية التكامل المتكرر خد منه واحدة والمش متكرر تاخده، واي ساين اكس ياتها متكررة اهيت، فخدت منها ايه؟ خدت منها واحدة اللي هي واي ساين اكس، دي مش متكررة خدتها ودي مش متكررة خدتها، يبقى الحل بتاعي ده هو هيساوي ثابت س. بقول هنا اوجد حل مسألة الشروط الابتدائية، قلنا كلمة شروط ابتدائية ملهاش يعني مش حاجة عقيمة ولا حاجة، ديت في الاخر بحل المسألة عادي وفي الاخر عوض بالشروط الابتدائية. قول اوجد حل مسألة الشروط الابتدائية للمسألة دي، واحد على واي تلاتة اكس تربيع واي زائد الواحد دي اكس ناقص اكس على واي تربيع دي واي بيساوي صفر.
اخد بقى الدالة ام عشان اشوف هي تامة غير تامة، اخد الدالة ام في اكس واي، اخد دي واسميه ام، واخد دي اسميه ان. بعدها اشتق الدالة ام بالنسبة لمين؟ انا عندي هنا مضروبة في دي اكس اشتقها بالنسبة لواي، وعندي دي مضروبة في دي واي هشتقها بالنسبة لاكس. بس قبل ما اشتق الام بالنسبة لواي دخلت الواي ده هي جوه القوس عشان تبقى سهلة عليا. اما دخلت الواي جوه الكوس، الواي هيروح مع الواي، هيتبقى تلاتة اكس تربيع زائد واحد على واي اضربها في واحد يديك واحد على واي. ابدا اشتق بقى الام بالنسبه لمين؟ هي مضروبه في الدي اكس هشتقها بالنسبه للواي، دي ما فيش فيها اي واي يبقى مشتقتها بصفر. واحد على واي اما اجي اشتقها واحد على واي اكنها واي اس سالب واحد، اما تقدر تشتق انزل اس واطرح من الاس واحد ناقص واحد، اما اطرح منه واحد يبقى ناقص اتنين، يبقى هيساوي سالب واحد على انزل دي تحت يبقى واي تربيع، يبقى سالب واحد على واي تربيع، يبقى مشتقة واحد على واي على طول سالب واحد على واي تربيع. هنا الدالة ان اللي هي عبارة عن سالب اكس تربيع على واي تربيع، اشتق هي ان مضروبة في الدي واي اشتقها بالنسبة لايه؟ بالنسبة للاكس. عايز اشتق دي بالنسبة لاكس، فا اكس يبقى ده اشتقها. ده ايه لو لاحظتم عشان ما تلخبطوش، اللي هي سالب واحد على واي تربيع اكن الاكس جنبها هنا لان الاكس في البسط. اما اجي اشتق الاكس واشتق الاكس بكام؟ بواحد، اللي هي في البسطة اهي، واحد في سالب واحد على واي تربيع بسالب واحد على واي تربيع. جيت ابص لقيت بارشال ام دي طلعت معايا سالب واحد على واي تربيع ودي سالب واحد على واي تربيع، يبقى بارشال ام بارشال واي بيساوي بارشال ان بارشال اكس. اخد اللي فوق واسميه اسم الدي يو، اللي فوق اهوت، وبالمرة ضربت واحد على واي جوه القوس اهيت مضروبة في الدي اكس ناقص اكس على واي تربيع دي واي دي واي، هكامل الطرفين يبقى هنا تكامل دي يو بي، حطيت علامة التكامل على الأطراف اهيت، بعدين تكامل الدي يو بيو اكامل ده، اكامل ده بالنسبة لمين؟ لإكس، يبقى دي فيها اكس اكملها عادي، اضيف الأس واحد واقسم على الأس جديد اكس تربيع، يبقى اكس تكعيب على تلاتة، وهنا عندي تلاتة تلاتة تروح مع تلاتة يبقى لكم اكس تكعيب. تكامل واحد على واي ما فيش فيها اكس يعتبر ثابت، تكامل اي ثابت بضربه في المتغير بكامل بالنسبه لي، يبقى واحد على واي هتتضرب في اكس، واحد على واي اما اضربها في اكس اللي هي اكس على واي ناقص. هتكمل دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للواي، دي اصلا فيها واي، الاكس ديت جنبها هي ماليش دعوه بيها، والواي ده عشان اعرف اكملها اطلعها فوق باشاره سالب واي اس سالب اتنين. تيجي تكمل هي الاكس اهي تكامل واي اس سالب اتنين، اضيف الاس واحد واقسم على الاس الجديد، اما اضيف الاس واحد هيطلع هنا كام؟ سالب واحد، واقسم على الاس الجديد اللي هو سالب واحد. كتبت الجزء اللي اخر معادلة كتبتها هنا تاني عشان تبقوا شايفينها، اكس هنا واي اس سالب اتنين اضيف الاس واحد واقسم على الاس الجديد، اما اضيف الاس واحد هيديك سالب واحد على السالب واحد. دي كتبتها زي ما هي ودي زي ما هي اهي، ودي ظبطتها سالب في سالب وموجب، واكس واي اس سالب واحد نزلتها في المقام بواي. الحل المكرر باخده منه واحدة والمش مكرر باخده، ديت مش مكررة خدتها ودي مكررين خدت منهم واحدة هيساوي ثابت س. المثال ده بيقول لي اوجد حل المعادلة دي. اولا المعادلة دي مهيش فصل متغيرات، مهيش متجانسة، مهيش معادلة تقول متجانسة فصل متغيرات، يبقى الطريق اللي عندي اللي انا افكر فيه ليه تم وغير تم. اخد دي واسميه اسم ام، واخد دي واسميها اسم ايه؟ اسم ان، افاضل بارشل ام بارشل واي، افاضل الام مضروبة في الدي اكس هشتقها بالنسبة للواي، عشان اشتق دي بالنسبة للواي دي فيها واي فعلا، الاكس تربيع ديت تعتبر ثابت مضروب فيها نزله زي ما هو، اشتق دي بالنسبة للواي تفاضل اي دالة اسية بنفسها فكتبتها بنفسها اهي، فمشتقة الاس انت بتشتق بالنسبة للواي، يبقى مشتقة الاكس بالنسبة للواي بصفر، مشتقة الواي بالنسبة للواي بواحد، يبقى مشتقة الاس بواحد، زائد اشتق دي بالنسبة للواي اتنين اكس نزلتها زي ما هي اهي، دالة اسية مشتقة اي دالة اسية بنفسها، ومشتقة الأس انت تشتق الأس بالنسبة لمين؟ بالنسبة لواي، يبقى مشتقة الإكس بصفر، مشتقة الواي بواحد، يبقى مشتقة الأس بواحد، اتنين إكس هشتقها بالنسبة للواي تعتبر ثابت
طب ما فيش فاي واي يبقى ثابت، مشتق السالب وصفر. اشتق الداله ان بالنسبه لمين؟ لاكس. اما اجي اشتق الداله ان بالنسبه لاكس، ده عباره عن حاصل ضرب، ده هشتق دي بالنسبه لاكس، دي فيها اكس اهي ودي فيها اكس اهي، يبقى حاصل ضرب دالتين. حاصل ضرب دالتين اما اجي اشتق حاصل ضرب دالتين، يبقى الاولى في مشتقه التانيه زائد التانيه في مشتقه الاولى. الاولى اهي في مشتقه التانيه، داله اسيه بنفسه في مشتقه الاس، مشتقه الاس المره دي هتشتق بالنسبه لمين؟ لاكس. مشتقه الاكس بواحد، مشتقه الواي بصفر، يبقى مشتقه الاس كلها بواحد. يبقى الاولى في مشتقه التانيه زائد التانيه اهي في مشتقه الاولى، مشتقه الاكس تربيع باتنين اكس. طب اربعه واي، انت بتشتق بالنسبه لاكس، يبقى اربعه واي مفيش فيها اكس، مشتقتها بصفر. أقارن الاتنين ببعض أشوفهم بيساووا بعض ولا لأ. دي طلعت إكس تربيع أس إكس زائد الواي زائد اتنين إكس أس إكس زائد الواي نفسها، وبرشل إم وبرشل واي بيساووا برشل إن برشل إكس، يبقى المعادلة اللي عندي معادلة تامة. طريقة الحل، آخد المقدار ده أهو وأسميه اسم دي يو أهوت، وبعدين آخد تكامل الأطراف. خلصت المسألة بتاعتي كشغل معادلات تفاضلية. دلوقتي بقت شغلي تكامل، عايزه اكامل اليو دي يو، خلاص قلنا بيو تكامل المقدار ده. لو لاحظتوا هنا اكس هنا اهي، وفي الداله الاسيه اكس فوق اهي، يبقى حاصل دي اكسين هكامل دالتين مضروبين في بعض. احنا خدنا قبل كده لما يكون عندي داله كسره حدود مضروبه في داله اسيه فبسميه تكامل بالتجزيء، يبقى دي تكامل بالتجزيء. يبقى عايزين نعمل مراجعة على التكامل بالتجزيء. قالك في التكامل بالتجزيء بيبقى عندك حاصل ضرب دالتين، دالة اف مثلا ودالة اف مضروبة في دالة جي، ايوه حاصل ضرب دالتين دالة اف في دالة جي، بختار واحدة منهم بتتفاضل واختار واحدة منهم بتتكامل. طب هتختار بتتفاضل على اي اساس واللي بتتكامل على اي اساس؟ قالك لو عندك دالة كسيرة حدود مضروبة في دالة اسية، في الحالة دي خد كسيرة الحدود هي اللي بتتفاضل، والدالة الاسية خدها بتتكامل. لو عندك دالة كسيرة حدود مضروبة في دالة مثلثية، في الحالة دي برضو خد كسيرة الحدود هي اللي بتتفاضل واختار الدالة المثلثية هي اللي بتتكامل. مفروض عما اجي اختار الدالة بتتفاضل بختار الدالة اللي بتنقص مع عملية التفاضل، واختار الدالة بتتكامل لازم اعرف اصلا اكملها، لو معرفش اكملها يبقى ما اختارهاش تتكامل. لو عندي دالة أسية مضروبة في دالة مثلثية، هنا لك حرية الاختيار، خد أي واحدة فيهم تتفاضل وخد التانية بتتكامل عادي، بس أنا بحب أخد دايما الأسية هي اللي بتتكامل وأختار الدالة المثلثية هي اللي تتفاضل. معانا بقية الطرق أبكتبها لكم في ورقة، بس انا عندي في التكامل بالتجزيء بيكون عندي حاصل ضرب دالتين، دالة بتتفاضل ودالة ايه بتتكامل، دايما بختار الدالة بتتفاضل اللي بتنقص مع عملية التفاضل، وبختار الدالة بتتكامل لازم بعرف اكملها. بس ما بدلكوش الفرصة ان انتوا تشوفوا مين تتوهوا مين اللي بتتفاضل ومين بتتكامل، فبكتبها لكم في المسائل على حسب المسائل اللي بتيجي. لو والله لو جالك كسرة حدود في دالة اسية، مش عارفة الكاميرا مالها كده، دالة كسيرة حدود مضروبة بدالة أسية، خد كسيرة الحدود هي اللي بتتفاضل وخد الدالة الأسية هي اللي بتتكامل. لو جالك كسيرة الحدود في دالة مثلثية، خد كسيرة الحدود هي اللي بتتفاضل والدالة المثلثية هي اللي بتتكامل. طب والحل؟ عشان تعرف الحل تعال كده نجيب مثال. لو عندك إكس أس إكس دي إكس عايزة أكملها، عندك الوقت حاصل ضرب دالتين، بس قبل ما أقول حاصل ضرب دالتين، عما يكون عندك تكامل دالة أسية أول حاجة شوف مشتقة الأس بكام. لو جات لك مثلا مسألة بالشكل دي إكس إي أس إكس تربيع دي إكس، قبل
لما يكون عندي في الدالة الأسية دالة أسية موجودة معايا في المسألة، قبل ما أشوف هو تكامل وتجذير ولا لأ، أشوف مشتقة الأس بكام. مشتقة الأس هنا بكام؟ باتنين إكس. يبقى الإكس اللي جنبها دهيت مش إكس بتاع تكامل وتجذير، لأ، الإكس دي هي المشتقة بتاع الأس. مشتقة الأس بكام؟ باتنين إكس، فاضرب في نصه في اتنين، يبقى اتنين إكس أس إكس تربيع. يبقى تكامل أي دالة أسية بنفسها إذا كان مشتقة الأس جنبها، يبقى ده هيساوي نص. وتكامل دي تعتبر هي مشتقة الأس. أبدأ أكامل دالة أسية بإيه؟ بنفسها زائد ثابت التكامل. أما في المسألة دي مشتقة الأس بواحد، فالإكس اللي جنبها دي زيادة، طالما زيادة يبقى تكامل بالتجزيء. طب أعمل التكامل بالتجزيء إزاي؟ إحنا خلاص اتفقنا أما أكون عند كثيرة حدود مضروبة في دالة أسية، بختار كثيرة الحدود هي اللي بتتفاضل، واختار الدالة الأسية هي اللي بتتكامل. طب وبعدين؟ قالك الدالة اللي بتتفاضل على طول اكتبها لي زي ما هي. الدالة اللي بتتكامل كاملها ايه أس إكس تكاملها ايه أس إكس ناقص تكامل اللي طلع من هنا حطهولي هنا ايه أس إكس في تفاضل الدالة الأولانية. تفاضل إكس بكام؟ بواحد، وهنا الدي إكس. يبقى إكس ايه أس إكس ناقص تكامل ايه أس إكس بايه أس إكس زائد ثابت التكامل. طب لو انت عندك مثلا مسألة تكامل اكس تربيع اي اس اكس دي اكس، مشتقة الاس هنا بكام؟ بواحد، يبقى الاكس اللي جنبها دي زيادة. طب عندي هنا كام زيادة؟ اتنين، يبقى اعمل التكامل بالتجزئ مرتين. ده برضك هتتفاضل ودي هتتكامل، اللي هتتفاضل هتتكتب زي ما هي، هنا هتتكامل كاملة، تكامل اي اس اكس باي اس اكس ناقص تكامل اللي جا من هنا تحطه لنا اي اس اكس في تفاضل الدالة الأولانية 2x هيساوي x تربيع e اس x ناقص الاتنين دهيت، أطلعها بره، اتنين بره اهي، تكامل x e اس x دي x. لسه هنا x زيادة، أرجع تاني أكامل بالتجزيء، x تربيع اس x ناقص الاتنين، الاكس هتتفاضل هتتكتب زي ما هي، والدالة e اس x كاملها e اس x تكاملها e اس x ناقص تكامل، أخد دي وأكتبه هنا تاني e اس x في تفاضل الدالة الأولانية بواحد دي إكس. يبقى الحل بتاعي إكس تربيع أس إكس ناقص الاتنين إكس أس إكس ناقص تكامل أس إكس بأس إكس، في الآخر أزود ثابت التكامل. نرجع بقى لمسألتنا. عايز أكمل ده، قولي دي تكامل بالتجزئة عبارة عن حاصل ضرب إيه؟ دالتين، دالة بتتفاضل ودالة ايه؟ بتتكامل. الدالة بتتفاضل اكتبها زي ما هي، اللي هي الاكس تربيع. طب ده احنا اشتقاها كام مرة؟ احنا هنا بنكامل بالنسبة لإكس، اعتبر الواي ديت ملهوش أي لازمة، اكس تربيع أس اكس مشتقة الأس بواحد، يبقى الاكس تربيع دي زيادة وزيادة مرتين. يبقى هعمل تكامل وتجزئ الدالة اللي بتتفاضل اكتبها زي ما هي، والدالة اللي بتتكامل كامل تكامل ايه أس اكس بنفسها، لأن مشتقة الأس هنا بكام؟ بواحد، اعتبر الواي ملهاش وجود خالص زي الثابت، ناقص تكامل اللي كملته ارجع حطه هنا تاني في تفاضل الدالة الأولانية اكس تربيع مشتقتها كام؟ اتنين اكس. يبقى هنا اكس تربيع الدالة بتتفاضل كتبتها زي ما هي، الدالة بتتكامل كملتها بنفسها هي أس إكس زائد الواي ناقص تكامل، رجعت كتبت دي تاني في تفاضل أولانية اتنين إكس زائد دي، مرضتش أعملها تكامل لأن لاحظت بعد ما عملت ده التكامل بتجزئة مرة الدالة هنا اتنين إكس أس إكس زائد الواي، وأنا هعمل التكامل هعمله على ده وعلى ده وعلى ده، فلما أحط هنا علامة حطيت عليها علامة التكامل يبقى اتنين إكس أس إكس زائد الواي، بدل ما أعمل ديت أرجع أكملها وأكمل دي تاني، فجيت أبص لقيت اتنين إكس أس إكس زائد الواي موجودة هنا موجودة هنا، دي بإشارة سالبة وإشارة موجبة، فبدل ما أكمل الاتنين يطيروا بعض وخلاص وريحوني. تكامل اتنين إكس بالنسبة لإكس الاتنين هسيبها زي ما هي، وتكامل إكس بإكس تربيع على الاتنين، الاتنين هتروح مع الاتنين هيبقى لكم إكس تربيع، زائد تكامل المقدار ده إحنا لسه قايلين وقت دي هتتفاضل فهكتبها زي ما هي. دالة اي اس اكس زائد واي تكامل تكملها بنفسها اي اس اكس زائد الواي
تمام ناقصة، يبقى ده هي عم اجي اكملها، دي مسألة ناقصة حتة، يبقى تكاملها يبقى عبارة عن ايه؟ الدالة على ضد فاضل تكتبها زي ما هي، والدالة الكامل اي اس اكس زائد الواي ناقص تكامل اي اس اكس زائد الواي في مشتقة الدالة الأولانية باتنين اكس، زائد تكامل الأربعة واي بالنسبة للواي، الأربعة زي ما هي هي واي تربيع على الاتنين، ديت بإكس تربيع اي اس اكس زائد الواي زي ما هي، وارجع عليها كامل تاني تكامل وتجزئ مرة، وبعدين اللي متكرر اخد منه واحدة والمش متكرر اخده، هي بس المسألة شوية طويلة في التكامل.